يلا بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ التسجيل. اليوم الفيديو طبعا التواصل بين جدة، الأستاذ أحمد فراج الخبير وأنا موجود معاه في جدة، ومصر عندنا كمان المهندس شريف، وعندنا رئيس التحرير الأستاذ واي. يا هلا يا هلا. سمينا هذا اللي هو كتب الاسم الأستاذ أحمد فراج، تقول لنا الاسم اللي كتبته يدك كتب لا حاليا يدك كتب وإذا كتبت حاليا محاضرات أيوة بعدين الرقم 4 طيب طيب كم بس مجالات مجالات بعدين الرقم 4 خبراء خبراء اس ام اي هي عيدها بقوة كده ما بقدر أعيدها طيب مين يعيدها واحد فيكم يلا نحط الميكروفون يلا حط الميكروفون يلا مهندس الشريف يعيدها اسم الفيديو بس هيظهر معانا بعدين لما نرفعه محاضرات أربعة مجالات لا ما تغشش محاضرات أربعة مجالات أربعة خبراء SME يلا تقدر تعيد يا استاذ وائل نعم نعم محاضرات اربع مجالات اربع لا 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 صوتك واحده واحده أوك. كلمه كلمه محاضرات اربع مجالات اربع ايوه اربع SME خمسه كلمات خبراء 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 وايش قال يلا في غلط اجل انت تاخذ شريف ياخذ 100% انت تاخذ 75% احمد ياخذ 40% اوكي هذا اللي انا بيده يعني أيوة. بيده ياخذ لا انا كتبت مالي صلاح قال كتبت كفايه اني كتبت مشكله العائل عندي بيشتغل على كذا ترك بيان بس ترك عندي مشكله كبيره كفايه انك كتبت مو زي الحريم ما شاء الله تدخل المطبخ وعقلها في كل شغله اي أيوة والله نحن لا خلاص تركزنا في شغله واحده ها على الرغم انهم ناقصات عقل ناقصات عقل والله انت اللي نحن اللي ناقصين عقل بلاش اقول انت يعني لا انا عقل نحن ناقصين عقل بنجري وراهم انا عقل صح ولا مو ناقص عقل انا ما في عقل أقول لك ما نجري وراهم أنا عقلي ماشي يعني إننا نجري وراهم صح؟ أنا لو كنا قدامهم لو كنا قدامهم كان هم يجري ورانا طيب أنا جريت ورا حرمتين دخلنا أقول لك إحنا إيش دخلنا دحين في كلام يزعلوا منا مننا جمهورنا يعني جمهورنا نحن أكثره ليديز اللي هم في مجال الطب ومجال الصحة ومجال كذا خاصة أنا معايا أنا ما أدري معاك أنت السيارات لا أنت مع أنت موضوع السيارات معاك ناس كلهم خناشير رجال صحيح. الأستاذ أحمد مع التجار كلهم رجال ما في حد الحمد لله الحمد لله لا أنا عندي الجنس اللطيف أنا والأستاذ وائل كم كثير اللي يكتبوا كده كثير 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 طيب دردشنا شوية نبغى نتكلم كده عن كل واحد يعني مجالات عندنا أربعة ليش أربعة أربعة مجالات لا أول شيء قبل أربعة محاضرات أربعة وعندنا مجالات بعدها أربعة برضو بعدين خبراء فأنتم الخبراء فكل خبير عنده أدينا له رقم يعني رقم الموظف يعني فأنت رقمك إيش هو؟ 2 لا XI5 XI5 0002 2 XI5 00 أرقام خليها لو قلتها كلها بالإنجليزي ما مدام قلنا 0 XI5 صوت كده عشان يعرفوك أنت المحاضر فلان فلان أنا محاضر التايتل حق أيوه XI5 0002 وخبير في استثمار والتسويق جد جد SME
أوكي. تخصص في جدة جدة استثمارات أو سوق أسواق جدة منكم يعني كلامك كله أو خبرتك في هذا الشيء. طيب نجي عند ال أي واحد من مصر نبدأ بالمهندس. نعم. زي ما عرف بنفسك بالنسبة للعنوان. وقول الموقع حقك حق جدة. موقع؟ مكان. لا لا نحن قلنا تقول الرقم رقم المحاضر. إكس آي فايف. لا تبى تبدأ أنت واي يلا قول الرقم. أوكي. قول الرقم بالكامل وبعدين قول المسمى. أوكي. يلا. إكس إكس آي فايف زيرو زيرو زيرو. 08 متخصص في مجال الصحافة وإصدار التصاريح والتراخيص الأجنبية. اسمي كم إيه؟ بعد ما تنتهي من كلامك بالعربي عن وصفك قول اسمي. اسمي تمام. اللي هو خبير ومتخصص وكذا في شأن الصحافة وكذا يقولها في الأول. أوكي لأن نبغى الناس يتعلموا اسمي اللي هي الشركات الكبار عارفين يعني لو كان تمام. هذا اللقاء بالإنجليزي كان كل الشركات الكبيرة هذا يقعد يتفرج تمام يتكلم على الكبار اللي هو أنت. طيب يجينا الخبير اللي هو ما بقي إلا رقم 2 ورقم 5. نعم ومن رقم 2 مهندس استاذ احمد سراج. احمد طيب سراج مهندس شريف جمال. احنا عندنا شريف جمال 4 2 رقم 2 4 4 رقم 2 استاذ احمد سراج جدال اهو يلا ابدا زي واحد رقم 2 استاذ شريف 4 ابدا زي واحد نقول اكس اي 5 بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم رقم XI5004 خبير في مجالات شأن السيارات في مصر بالقاهرة SME. أحسن. طيب نحن ما نقصد بالرقم رقم المحاضر نقصد رقم مثلا القاعة رقم الفصل ماشي يعني مو رقمك انت يعني الواحد يبغى يروح يدرس عن خبرة أسواق جدة أو مع خبير أسواق جدة يروح قاعة رقم كم فصل رقم كم XI5002 هي 3-0. نجي للمحاضرات. المحاضرة الأولى حتكون رقمها إيش XI5002 هي كلها 4 0202. المحاضرة اللي بعدها 04. المحاضرة اللي بعدها 0805. اللي بعدها 08. خلص. طيب اللي بعدها 20 لأن الكتب بتاعتك قبل شايف وهكذا نمشي. لو خلصت كلها حنزحفك جنب الخمس واضح؟ لكن نعم. 12 حتيجي فاهم؟ لأنه في بعد 2-4 حتيجي الاثنين فيصير الكلاس حيترقم هذا حسويه فيكسلا واسم الكلاس يعني اسم الكلاس المادة اللي حيقولها هو في 02 اللي هي 0202 ايش عنوانها حنحط في جدول اكس جدول 02 هذا وفي جدول 08 وفي جدول 04 وجدول 05 حيكون بالانجليزي يعني اللي ما يعرف انجليزي ما يدخل عندي واضح نعم
يعني انا حبيبي انا اي واحد يقول لي بالعربي اقول له يا حبيبي انا ما فاهم. I don't understand حبيبي. واضح؟ تمام. ايوه اللي هي انا الحصه الرابعه بالانجليزي يكون جاكم النوم انتم. طيب في حاجه نبي نضيفها على التسجيل؟ شكرا. كله تمام. الهدف شكرا. من التسجيل انه كل الناس سواء دخلوا عن طريق خمسات سواء دخلوا عن طريق لانه عندنا دخول من غير خمسات يعني واحد جاء قال لك بدي اسجل عندك ادفع بالبيبا صح؟ نحن ملزمين بخمسات، نحن اللي اخترنا خمسات. واضح؟ ممكن نعم نحن اخترنا خمسات كده بس. لكن يعني لو واحد بده يدخل مباشر بالبيبال صح؟ خدمة ترسل له بالإيميل تقول له ادفع كده ادفع $5. طبعا البيبال ترى اسرع شيء. واضح؟ يعني احنا خمسات بس عشان يحفظ لك عنوان الكورس وما ادري ايش مرتب. وبعدين انا اللي احتاج بالانجليزي لانه حيجي معايا ناس كثير. الموضوع حقي انا لانه في الطاقه. انا اسمي في ايش؟ في ليد اللي هي ليدرشيب انرجي انفايرمنتال ديزاين. هذا ليد حق من؟ حق اليو اس جرين بيلدينج كونسل المجلس الامريكي للمباني الخضراء. هو الليد حقه اللي عملنا كاوس او كانت كاوس ليد بلاتينيوم. هو في بلاتينيوم وفي جولد وفي سيلفر وفي اساسي اربعه. فانا مو صعب اني اقسم اربعه في ثلاثه وخلاص. شايف انتهينا. فالتقسيم انا حقسم النموذج حقي وعلى ضوء نقدر نقسم الثاني يصير ليفل 2 و 4 و 5. أنا هذا اللي اخترته ليفل 2 و 4 و 5. فهمت؟ لكل جزء عندك أربع أجزاء في ثلاثة هذه 12 ماشي؟ 2 اللي هو بيجينر 4 اللي هو انترميديت 5 اللي هو خلاص هنا الآن صار اكتمل الكورس بالعنوان تحت العنوان ده. يعني عندنا كم عنوان يصير أربع عنوان. واضح؟ بداية زي الابتدائي والمتوسط والثانوي إليمنتري وهاي سكول. طيب كده نوقف. تحب تضيف أي شيء عشان أقرب الميكروفون هناك جنب ال... شكرا. لا تمام. شكرا شكرا شكرا. يلا مع السلامة. السلام عليكم. هذا ستوب.